تنضم لنا منى ابو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم. اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده كاولياء امور ونشطاء في مجال التعليم، رايكم في جدول امتحان الثانويه العامه؟ مساء الخير وزي حضرتك، ويا رب يكون سنة خير على طلاب الثانوية العامة كلهم بإذن الله. يعني احنا سألنا بعض الطلبة وبعض أهليهم كمان أول ما تم اعتماد الجدول ونزوله على موقع الوزارة، وفي الحقيقة يعني النسبة العظمى إن هم مرتاحين جدا في الجدول، ويعني مع ملاحظات بسيطة، وطبعا يعني أكيد مش كل الأطراف هتكون مرضية، لكن هو كجدول حضرتك معايا؟ اتفضلي حضرتك. لكن هو كجدول مقارنة بالأعوام اللي كانت قبل كده هو أفضل بكتير. بالنسبة للعلمي، علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي وكله؟ هو بصي مناسب للكل، مناسب للكل مع اختلافات بسيطة، إن يعني أولياء الأمور أو الطلبة كانوا قبل كده الامتحانات يعني السنة اللي فاتت واللي قبليها وكده كانت بتبقى الامتحانات الثانوية العامة بتبقى قبل العيد الكبير وبعدين بيكملوها بعد العيد تاني، فكانت المسافة بالنسبة عشان أجازة عيد فالمسافة كانت كبيرة، فهم أولياء الأمور دلوقتي متخيلين إن لا إحنا الأجازات بتاعة العيد كانت أكتر في بعض المواد، لكن الأغلب شايف إن يعني أكتر المواد الصعبة زي الفيزياء والكيمياء 3 أيام ونص ما بين آخر امتحان والامتحان بتاع الفيزياء مثلا يبقى 3 أيام ونص، دول مسافة كويسة جدا. علم رياضة طبعا انهم مبسوطين قوي ان الحمد لله تمت الاستجابة اللي احنا كنا بننادي وبنطالب ان يبقى الجدول بتاعهم مريح شوية في المسافة بتاعتهم، كان يبقى علم علوم وادبي قاعدين في البيت بيذاكروا مادة تانية خالص، ورياضة بينزلوا يمتحنوا ويذاكروا نفس المادة اللي هيذاكرها الطلبة التانيين، فكانت علم رياضة مضغوطة قوي، لكن الحمد لله المرة دي لا المسافات الايام للمراجعة العلم رياضة مريحة جدا، وطبعا بنشكر الوزاره على حاجه زي دي، وبنتمنى بس يعني انا عارفه ان موضوع التوقيت اللي هي المسافه يعني المده الزمنيه بتبقى العلم رياضه 2 ساعة، انا عارفه ان ده ملوش الوزاره ملهاش ان هي تغيره، هو بناء على قرار مجلس نواب بزياده الوقت العلم رياضه اسوه بزمايلهم يعني الادبي والعلمي، ان الماده بس تبقى ما تبقاش 2 ساعة تبقى 3 ساعات في الماده بتاعه الرياضه فيما سيكون، انا بتكلم عن الاعوام الجايه يعني لان الموضوع ده برضو عامل قلق لطلبه علم رياضه ما ان المده بيلحقوش بتاعه. يعني في الوقت الساعتين في الوقت طبعا المحدد البيت للامتحان حضرتك انهم هو يحلوا الامتحان؟ بالضبط يعني الوقت 2 ساعة، هو مستشاري المواد قالوا ان هم عارفين ان الامتحان ده يتحل في 2 ساعة، فانا كان ليا دايما تعقيب على الحته دي بقول اللي حاطط الامتحان هو عارف اجابته، لكن طالب هو لسه بيفكر في الاجابه، في فرق ان انا احط امتحان وانا عارف اجابته فانا بكتب الاجابه بتاعته خدت الساعتين تمام، لكن انا بفكر انا كطالب في مسائل هتقف قدامي فانا بفكر فيها فانا محتاج اكتر من 2 ساعة، لكن هي الفكره كلها والكلام ده احنا بنطالب بيه من 2016، لكن لغايه دلوقتي مجلس النواب صراحه ما خدش اي خطوه بخصوص الموضوع ده، مع انه يعني لو حضرتك عن طريق القناه يعني عملت استطلاع راي للطلاب ادب لطلاب علم رياضه اللي خلصوا واللي لسه حاليين واللي لسه هيدخلوا هيقولوا ان ده مطلب يعني مطلب شعبي زي ما بيتقال وحاجه مهمه جدا جدا ليهم، يعني اتمنى انها تتنفذ، اتمنى أشكرك خصوصا أستاذة ان هي منى، مش هتكلف حاجه. أستاذة منى أبو غالي مؤسسة ائتلاف تحيا مصر بالتعليم.